وقلت شغلة كتير حلوة وقتها، كان بالحفل اللي رجعت عملتوه نايت اوف هوب كان اسمه. مظبوط. قلت شغلة وانا كنت كتبتها بمقال انبسطت فيها كتير، اللي هي جملة وينستون تشرشل، صح، انه اليوم وقتها عن شو بدنا ندافع؟ عن شو بدنا ندافع اليوم اذا عم نعمل حرب وطلبوا منه يشيلوا بادجت كل شيء ار، يعني كل شيء فنون، مظبوط. انه كرمال مين عم نحارب؟ انه اذا اليوم، إذا يعني ما بدنا اليوم لو نحن بوضع اقتصادي صعب ولو أكيد نحن بحالة حروب دائمة بشكل مباشر أو مش مباشر، بس وقت يبطل فيه ثقافة وفن بطل فيه شعب. كل شيء بيروح، واصلا هذا اللي بيبقى بالحياه كلها، يعني حتى المونيومنت اللي بتنعمل بالعالم هي اباس كولتور، دائما اباس افكار كبيره. وبتعرفي شغله اللي بيزعل اكثر، انه كانوا من زمان خليني اقول الملك او الامير او الكذا كان عندهم بعد فني، كانوا صح، ما هن يعتنوا كانوا يعملوا بالموسيقى، المسرحيات انه ايه طبعا هن يعملوا الاوبرا وكانوا او يدعموا السيمفوني يعني او كل الموزار او بيتهوفن، صح، ويطلبوا منه انه اهم موسيقيين كانوا هن طبعا. يدعموه. هلا عندنا هون اخر همه ما عنده اهتمامات، عمو اهتماماته قد يزيد مصريته بالبنك، قد يقبض من ايه، هالدولة. ولانه عم نحكي عن فنون مختلفة كمان بالرسم اليوم او حتى بالنحت، بنشوف كيف كان مثلا عائلة الميديسيس قد ايه كانوا اليوم يدعموا نحاتين ورسامين مثل بوتيتشيلي، او حتى الملوك مثل لوي كانز قد ايه دعم موزار وكان يطلب من الناس يسمعوه، يعني كانوا يلعبوا دور الملوك والعهود والامراء والمسؤولين لتطوير الفنانين واللي بعدنا لليوم نسمعهم. يعني طبعا، وهو من فترة الرينيسانس اللي طلعت بأوروبا اللي هي كانت كتير كبيرة كمان لتمجيد الأدلاء صح، بعدين. شوفي وشوفي هل في شيء، دائما هي أهم شيء كانت بالموسيقى، وهي اللي صقلت الموسيقى والرسم والنحت والهندسة المعمارية. بتشوفيها بموسيقى باخ، بتشوفيها بموسيقى موزار، بيتهوفن، بفيفالدي، بكل هالقبل اللي بلشوا وهايدن وكلهم، لا وقبل كمان، ومع كمان بالأديرة اللي بلشت هي تعتني كمان بالكواير بالكل شيء. هالحضارة اللي كتير كبيرة كمان بلشت كمان مدعومة كانت كل حياتها لسبب معين. هلأ ما في شيء، بعدين عم نخسر كتير ناس وعم نخسر كتير عالم، وما في شك الإلهاء الكتير كبير اللي إجا من التكنولوجيا.